هذا وقد قام وزير الشؤون الإسلامية السعودي بزيارة لجناح مصر بمعرض إكسبو بدبي 2020، وخلال جولته أثنى الشيخ على الجهود المبذولة في الجناح المصري بالمعرض قائلا إنها تجمع بين الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية التي تجعل الإنسان العربي يشرف بأن يكون عربيا لما فيه من حضارة وتاريخ. ما رأيت فيه من مسابقة الزمن للاستفادة من جميع التقنيات الحديثة ومن جميع الخبرات أيضا بأيدي مصرية يعني متميزة دائما، فأهني شعب مصر وأهني قيادة مصر وأهني كل من في مصر على هذه التاريخ العظيم وهذه الإنجازات والتطلعات إلى مستقبل مشرق بإذن الله. لا شك أن مصر الآن تسابق الزمن في عهد فخامة الرئيس السيسي وحكومته.